كنرحب قبل من ذلك بالاستاذه امل ابو مسلم. مرحبا بك. الله يجازيك بخير. شكرا. شكرا لك. انت استاذه ديال ماده الرياضيات في التعليم الابتدائي بمجموعه مدارس عقبه المنافع بتماره، عندك تجربه تقريبا 20 سنه في التدريس. نلتي مجموعه الاعترافات الدوليه اخرها جائزه افضل مدرس في العالم لسنه 2021. هنيئا لك مره اخرى. كاين اللي كيقول واحد الفكره وبغيت وجهه نظرك فيها، انه اي اصلاح كيف ما بغى يكون نوعه واي مخطط واي وزير واي استراتيجيه واي برنامج ما يمكن له ينجح في هذا المجال الا بفضل او بفعل رجال ونساء التعليم. لان ملي كيسد الاستاذ او الاستاذه عليه في الفصل الدراسي امام ذوك الوليدات هو اللي كيطلع بالمستوى ديال المدرسه العموميه ولا هو اللي كيهبطها. شنو وجهه نظرك في هذه الفكره؟ اولا شكرا على الدعوه الكريمه، وموضوع مهم ونقول شائك. بالنسبة للسؤال، أظن أن ليس فقط الأستاذ هو يعني هو منزل طبعا للقرارات وزارية لاستراتيجيات داخل الفصول الدراسية، ولكن تداخل وتكامل كل الأطراف هو الوحيد يعني الكفيل بإنجاح هذا الإصلاح أو لا. أنني نقول أن الأستاذ هو اللي يطلع المنظومة أو ينزلها، بحال كنعطي لواحد الفلاح واحد الأشياء باش يقوم بالزراعة مثلا، ولم أحضر له الأرض اللي غيزرع فيها، ولم أحضر له حاجيات كثيرة، فما يمكنش نقول أن النتاج لم يكن جيدا بسبب مثلا أن هذا الشخص لم يقم بما يجب عليه. أقول أن الأستاذ إن توفر على شروط ولو البسيطة منها قادر على تنزيل المخطط الإصلاحي وإنجاحه. نعم. إن شاء الله. وهي اللي غنذكروا فيها. نعم. ما عطوش عندك هذا الإحساس؟ أنا نقول لك إحساس آخر. والله تتحدثون عن مشكل المدرسة المغربية العمومية، وأنا أستاذة لعشرين سنة لا أرى أن المدرسة داخلة في هذا النفق أصلا. لدينا من الكفاءات داخل فصولنا الدراسية ما تبهر العالم، لدينا من طاقات في التلاميذ ومن يعني طاقات الممكن أنها تبهرنا بال يعني العطاءات ديالها. لماذا تم تصنيف المدرسة العمومية في خانة مثلا على حسب الترتيب العالمي؟ من خلال دراسة قمت بها قبل ست سنوات على المهارات الحياتية لدى في المدرسة العمومية، تبين لي أن كبريات الشركات في العالم تستثمر في البحث في هذه المهارات، ووجدت بأنني للأسف لسنوات كنت أخرج طفل أمي حسب المعايير العالمية، حسب يعني المخرجات ديال المدرسة العمومية المغربية، أن عندما يتم توظيف شاب في شركة كبرى أكسبناه المعارف لكن لم نكسبه المهارات. لا، هذا الشاب غير قادر على الاندماج داخل الفريق، غير قادر على التواصل، غير قادر على الابتكار، فأنا أعطيته المعارف ولكن بالمقابل لم أعطيه مهارات حياتية يوظفها في المستقبل. ولهذا السبب فقط أظن بأن المدرسة تحتل مراتب أخيرة، لأنها وجب عليها أن توازن بين المعارف والمهارات، وهذا شيء تنبهت له وزارة التربية الوطنية مؤخرا. سأتحدث عن شيء آخر، المناهج الدراسية. هذه السنة لمست تغييرا كبيرا في المناهج الدراسية صراحة. تغيير في الاتجاه الإيجابي إيجابي جدا. النسخ المنقحة لأول مرة كأستاذة أرتاح لتدريس مواد، أنا أدرس ثلاث مواد، الفرنسية والنشاط العلمي والرياضيات، لأول مرة محاور التي أدرسها فيها أريحية لي كأستاذة وأريحية للمتعلم، لأنها تلمس واقعة، تلمس الابتكار، تلمس المستقبل. نسول كل واحد منكم يعني من وجهة نظره ومن موقعه، شنو كتقترح باش نخرجوا من هذا الشيء وتكون ذاك الهدف ديال الاحتضان، ان كل شيء يحتضن هذه المدرسه خلافا لان كل شيء كيشوف فيها ولهذا نحتضنها والنماذج المزيانه يعني تبان اكثر، الاختلالات نعالجوها. شنو كتقترح؟ نبدا بك ابو مسلم. تفضلي. بالنسبه لي انا كيبان لي بان دعامات الاصلاح هناك المتعلم علينا إكسابه التعلمات الأساسية بتداخل كما قلنا تربية وتعليم الأسرة والأستاذ. الأستاذ بالدرجة الأولى وجب وضع عدم إدخاله لمزايدات. الأستاذ
راه رسالته نزلت من فوق سبع سماوات، خاص الأستاذ يكون مكرم معزز ونعطيوه جميع يعني الأريحية ديال العمل وما ندخلوش في صراعات غير مع الذات أولا. إذا لعطينا الأستاذ جميع الأشياء، وشيء آخر هو التكوين. بالنسبة للأساتذة مطالبة الوزارة بالتكوين المستمر، وحاليا الآن ما بقيناش كنهضروا على ميزانيات ضخمة اللي غترصد للتكوين، ما دمنا ولينا كنتحدثوا على التواصل عن بعد. ممكن استثمار هذا التكوين عن بعد لتكوين أساتذة المغرب ككل، ما بقيناش كنتحدثوا على غرفة ضيقة تضم 40 أستاذ بمكون واحد، ممكن 1000 أستاذ يكونهم مكون واحد وعن بعد. إذا وجب أولا تخطي الأمية الرقمية عند الأساتذة أولا وعند المجتمع المدني بعد ذلك، لأن إنجاح وإصلاح مدرسة اللي في المستقبل هي مدرسة رقمية، فخصنا نحيدوا أولا الأمية الرقمية عند الأساتذة وعند الأولياء الأمور باعتبار أنهم هم اللي غيتبعوا الأبناء ديالهم. والدعامة الثالثة هي البنيات التحتية. من جانبي أنا كأستاذة وأعتبر من الأساتذة المجددين في المغرب، فزت بجائزة التجديد التربوي سنة 2016 بتقديم حلول للهدر المدرسي تدمج الطفل بالدرجة الأولى لإيجاد الحل، ومثلت به المغرب في المنتدى العالمي بهنغاريا ولقى استحسان يعني أساتذة العالم، وفزت بجائزة الابتكار. أنا حاليا أبتكر طرق جديدة للأطفال ذوي صعوبات تعلم، باعتبار أن وزارة التربية الوطنية تبنت التربية الدامجة داخل فصلي الدراسي. أصبحت أجد أطفالا يعانون يغرقون في المناهج لأن لديهم صعوبات تعلم، فكان من واجبي كأستاذة مجددة أن أسير في درب الابتكار، ابتكار طرق جديدة أقول لم تجرب من قبل. والحمد لله نجحت طريقتي جدول الضرب الخارق حاليا في حل صعوبة جدول الضرب بصفة نهائية عند الأطفال من أول مرة، تم تجربها الآن لحد الآن مع آلاف الأطفال. أتمنى أن تتبنى وزارة التربية الوطنية الأفكار المبتكرة داخل، تبحث عنها أولا وتتبناها، ولما لا خلق شبكة للأساتذة المبتكرين داخل المغرب. واحد الفكرة كنت تكلمتي لي عليها أثناء الإعداد على أهمية التعليم الأولي. نعم. كنت في ورشة ديال التكوين، شنو الأهمية ديالو؟ ربما كاين مجموعة المشاكل اللي من الابتدائي للثانوي اللي ممكن تفادوها من الأولي. نعم، أنا يعني أحب أن يعني أتقاسم تجربتي مع أستاذة التعليم الأولي. وأمس كما قلت لك أستاذي كانت لدي دورة تدريبية مع كشافة مرس الخير بتمارة لتدريب أزيد من 60 مربية اللي كيشتغلوا في المدارس. فعندما نختصر على هؤلاء المربيات طريق سنوات، نعطيهم آليات العمل، آليات الاشتغال، آليات التعامل مع الطفل، فإرساء يعني إصلاح التعليم خاص يكون من التعليم الأولي ويكون تبادل تجارب. أستاذ سي محمد.